مساء الخير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من حصتكم نجوم وأسرار. ضيفنا لنهار اليوم هو قائد مولودية الجزائر سنوات السبعينيات، رجل استطاع أن يوفق بين دراسته وكرة القدم ليصبح طبيبا متميزا بعد أن كان قائدا ناجحا ساهم في حصد العميد للعديد من الألقاب، كان أغلاها سنة 76 900 ألف كأس إفريقيا. سعيدة جدا اليوم بالتواجد مع أحد نجوم كرة القدم الجزائرية عمي زبير باشي. نشكرك اللي قبل تجري معنا هذا الحوار رغم أنه المدة ديالك طالت بعيدا عن الساحة الكروية. شكرا، بارك الله فيك. راكي قلتيها، قعدت سنوات طويلة بلا ما نعاود نولي في ميدان كرة القدم، ولكن لاكاريير اللي درت في مولودية الجزائر وفريق الوطني وحاجة أخرى يسمى كرة القدم خدات اون ديريكسيون لي يسمى ما لاقتش بيا انا يعني كلاعب وكانسان اللي خمم شويه كيفاش كره القدم في هاد البلاد لازم تديفلوبا، فهمتني؟ نعود نقولوا الكره الجزائريه الان، لو كان نعود نقولوا بك شويه الذاكره، تحكي لنا كيفاش كانت البدايه سي زبير باشي في عالم المستديره. انا بديت كنت صغير في عمري 8 سنين، بديت في مدرسه البيار، لعبت في فريق يسميوه لو سكيوب سبورتينغ كلوب ديال البيار، سبورتينغ كلوب يونيون ديال البيار، واحد 6 سنين هكذاك. من بعد كملت في لا جي اس بي، كلوب كان اللي اكزيستي ديجا في وقت فرنسا تاع لاجيسي، والكلوب تاع الحي ديالك اللي تربيت فيه ايضا. اي هذه هي يعني تسمى لي كاتيجوري مينيم كادات كذاك، جوزتها في لاجي اس بي. جي رحنا للمولوديه ومن بعد جا الشيخ بابا، شفنا عمي ابراهيم الله يرحمه، عمي ابراهيم وسيني لا بريمير ليسونس في المولوديه، وبدا يلعب في المولوديه باش تشوفي كيفاش المكتوب. وبدات المسيره الذهبيه تاع زبير باشي مع فريق مولوديه الجزائر. بديت جونيور في المولوديه، هي لا بروميير اني لعبت اون كاتيجوري جونيور لالي، والروتور ولاو يكونفوكيوني مع بطروني مع مالوفي الله يرحمه، سما لونساو لي جون. حتى بالعقل في لي زاني 70 حتى ل 76 خديت الدور وعطاو جي يو كو ميم لو بريفيليج لونور دات لو كابيتان دون غروند ايكيب دو مولودية دالجي. فوالا كانت تحمل ارامدة من اللاعبين لو كان نحسبوا لي تيتخ 80% لي تيتخ كانت في هذيك الفترة تاع مولودية الجزائر. ما كنا كل عام نرومبورتي وان تيتر، اما الشامبيونات البطولة اما لاكوب اما لاكوب مغربين. ومن بعد زدنا كملناها بان تريبلي اون 76 هيستوريك، مازال لي و يا دو كوا ات فيير دافوار بورتي اي دافوار ايتي دو فير بارتي دو سيت غلوريوز ايكيب تاع لي زاني 70. وكاس افريقيا الاولى للجزائر. الجزائر انا هو اللي رفضت الكاس الاول تاع افريقيا في الجزائر. On a dit une chose, on a créé peut-être l'histoire du football en ramenant le premier titre africain. Et Hadi Majed, c'est pas par hasard, c'est par un travail d'équipe, des hommes sur le terrain. On n'était pas uniquement des joueurs, on était d'abord des frères, on a commencé très très jeune. فهذيك الفترة تاع باش تروحوا الكأس إفريقيا، كانوا معظم العارفين كرة القدم آنذاك ما كانوش يأمنوا أونتر بارونتيز بالقدرات تاع مولودية الجزائر، كان فريق يمشي مع بقيادة عمي عبد القادر ظريف يعني بالقليل من الأموال. قليل ما كان
هناك وشنو كان لاعبين ايضا دي جان الاموال ماشي هما اللي يكونوا فريق قوي، الاراده والقلب هما اللي الاساس باش تكون باش يكون فريق قوي. لعبنا لا دومي فينال مع ليسبيرونس دو تونس ربحناهم 1-0، ولا فينال مع الكلوب افريكان ولا ليسبيرونس دو تونس. هذاك الوقت كانوا اللاعبين اللي راحوا لاكوب دو موند في الارجنتين، تميم، طارق دياب، عقربي، لاعبين مشهورين وكانوا لاعبين قويين. مام الافريقي كان كلوب افريكان كان عطوه الشتالي وشي كانت ايكيب قويه. كي لعبنا لا فينال مع الكلوب افريكان كملنا تعدل 0-0 وخسرنا بلي بينالتي. غد من ذاك عبد القادر دريف شافنا هكذاك شويه مغبونين مع لا ديفات وكذا، جا ليا قال لي واش كابتن خلاص خسرنا محسوب نرونديو لي زارم ولا كيفاش؟ قلنا له تشوف لا كوب مغربي نورمالمون حنا نجيبوها. قالنا بصح راحت لا كوب مغربي وعلاش ما نشوفوش كثر من لا كوب مغربي؟ قلت له واش لي لا كوب دافريك كم كاع شافوا لا لا التورنوا تاع تونس حقوا باللي كاين فريق في الميدان. خاطر كون ما يكونش عندك فريق في الميدان ما تقدر ديري والو. كذب عليك يقول لك لا علاش لا بعد فريق في الميدان بعد النظام تاعك تاع مشيرين وتاع الشوش دونك طرحنا البروبليم على زيبيكا والبيرو فيديرال ديجا ديجا فوالا اسكو تقدروا تبرجموا لنا في البرنامج نتاع لا كوب دافريك ديجا؟ قال لك ما عندناش احنا ما عندناش هما ما عندوش ديجا. عرضونا الريال دو مدريد بعد ما ربحنا لا كوب دافريك، عرضونا في مدريد بور لو 75 انيفرسير نتاع ريال دو مدريد. عرضوا لالجي كي ريبريزونت لافريك سادي لو مولوديا، عرضوا الارجنتين ليكيب كي لي خرجت شامبيون دو موند في الارجنتين 78 وي كامباس ارديلاس وكاع لي ستار هذاك ستار مونديال، وعرضوا ليغون كي ريبريزونتي لو كونتينون ازياتيك. دونك حبوا يديروا ان تورنوا انتر كونتينونتال على السمعه الكبيره تاع ريال دو مدريد. 75 انيفرسير حاجه كبيره عندهم هما. دونك لابريس ما راحتش مالك علاش ما راحتش لابريس؟ هذا هو البروبليم. خافوا تن يزيدوا يعطوكم طريحه؟ ما خافوش. هذاك نقول لك انا علاش، على خاطر 76 احنا رحنا لمدريد عرضونا سيتي او برينتون اون افريل 77 افريل 77 لو تورنوا تلعب في مدريد، ولا ريفورم لا ريفورم سبورتيف تاع الجيري سيتي ليتي 77. دونك كي ديري اون ريفورم سا سوزونتون بلي الفوتبول تاع بلادك ما راهوش مليح. سماك انسان كي يشوف حاجه ما تمشيش مليح يريفورميها يحوسها ميليوريها. اور حنايا اون ايتي شامبيون دافريك، اون ا بارتيسيبي ان تورنوا انتر كونتيننتال. دونك لو فوتبول الجيريان سو بورتي بيان، لوتيليتي دو لا ريفورم ايتي روميز ان كوز. دونك فوالا علاش ما بعتوش لا بريس باش تفيلمي الماتش مولوديا ريال دو مدريد. À 28 ans, il ne peut plus jouer dans ce sens-là. Qui va te dire que tu es? Donc, il y a eu une coupure qui a été décidée, qui n'a pas donné le Moussa Charin, le Raïs de Kroat, ou le Wazir de Chabi Boriada, qui est là, l'aide de Kroat, l'aide de Kroat, l'aide de Kroat, l'aide de Kroat, c'est un grand ministre. ما عرفوش كيف يريو على الرئيس ما تكسريش.
لو تحكي لنا سي زوبير ذكريات نهائي كأس إفريقيا اليوم تاع النهائي كيفاش كنتوا مأمنين بالحظوظ ديالكم؟ كأس إفريقيا دخلنا بكل شجاعة وبافيك ديتيرميناسيون. الماتش كان صعيب صعيب زير، هما رابحين هما من اللور فهمتي فيزيك وكذا يرميو. سجلت انا الهدف الاول في لا بروميير ميتون، ومن بعد بقاونا مازال زوج. دوزيام ميتون جانا بينالتي ورطيتو ما رطيتوش، الكارديان هو اللي حبسها. فوالا رطيتو، حبس لهم قلبهم من تماك. تما قالوا لي شحال من واحد فهمتي قريب داروا له ماساج كاردياك. ماشي غير لي سيبورتر، الرئيس الراحل بومدين تما كيلو بيت كي راتيت البينالتي خرج من لا تريبون بريزيدونسيال وجا رايح للدار. سما ليسبوار كاع وكي راتيت البينالتي واش بقى واقيلا ربع ساعة تاع اللعب. ايوا مزية ربي فهمتي بطروني مداري هو لا ديرنيير مينوت. سمع سجلنا زوج اهداف، الحظ كان معانا، ومن بعد ربحنا بلي بينالتي. هذيك سيتي توت افي نورمال باسكو كي سور لو بلون بسيكولوجيك انا اي لاسوندون كي ربحنا 3-0 ومن بعد خلاص هما فشلوا. اون بوفي با نو با رومبورتي لا كوب. هنيئا للفرق الجزائريه وهنيئا للكره الجزائريه اللي حقيقه تشرف جمهورها للمره الثانيه بعد الميداليه الذهبيه اللي فاز بها الفريق الجزائري في الالعاب المتوسط. وها نحن الان رايحين نحضر بعد لحظات لتسليم كاس الجمهوريه، كاس افريقيا الكاس الثانيه عشره في منافسات افريقيا للانديه البطله مع ابطال الجزائر. هذا الاخ عبد العزيز بوتفليقه عضو مجلس الثوره ووزير الخارجيه الى جانب الضيوف، مهنئين كل ابناء افريقيا في هذا اللقاء الافريقي الكبير اللي راهو يعيشوا الملعب الاولمبي مع القياده الثوريه المتواجده هنا. هذا باشي قائد فريق مولودية الجزائر يحاول أن يتسلم. كانت مولودية الجزائر آنذاك معروفة بلاطاك بي هكذا، زبير باشي، أنور بشطة، وعلي بن شيخ، يعني ولا كتحكي أنا بلاطاك بي الناس يقولوا والحق من بعد بوسري. ماشي على بوسري، ما ننساوش عيسى دراوي. أوي الله يرحمه. بالك ماشي ما واسموش براوي واسمو دراوي. كان عنده دور مهم، كان يتفاهم معاه. أنا كنت نتفاهم بزاف معاه خاطر كان يفهم فوتبول مليح كيما الاخرين، ابو سري بن شيخ، عمر بطروني، باشطا. كنا نتفاهموا غير بالغمزه، نقوت نلعبوا كيف كيف، وكانت محبه بيناتنا. دونك لا تاكبي صح، مي كانوا لاعبين ثاني الاسم تاعهم ما يبداش بالبي بصح كان عندهم دور. وعيسى دراوي فريمون لعب دور كبير معنا في لاطاك هذه. فوالا عيسى دراوي لعب دور كبير سواء في مولودية الجزائر ما مع المنتخب الوطني الجزائري وين ظهر وين برز هو ايضا في المنتخب الوطني الجزائري. نجم نقول لك باللي هذيك لي جو ميديتيرانيان تاع 75 هو كان واحد 80% هو اللي كان هو وبطروني. دونك
اسمه رشيد مخلوفي كان متكي على زوج لاعبين اللي كانوا هما اللي يانيميو لاطاك، وعيسى هو اللي ماركا براتيكمون كاع الاهداف. الان دراوي ناحيه اليسار متبوع به ودينا مره اخرى دراوي كما عادته الفتحه الذكيه. الان دراوي يا سلام دراوي ممتاز، اما يكفيه فخر انه قام بهذه اللقطه الجميله. زمير الان دراوي 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 يجيب دراوي وقف الاول يفتح فتحه وانطلاقه صفصفي رائع دراوي رائع حار يا سلام روعه روعه خارقه للعاده يا سلام على الذكاء والبراعه الفنيه الهائله والتمريره الجميله والتصويبه الهائله اربع اهداف نظيفه في شباك جوجاس اليوناني. احنا نحكوا على عيسى دراوي الله يرحمه ويوسع عليه، مولودية الجزائر كانت تحمل أيضا أسماء ثقيلة في فريق المولودية، برزت مع المولودية إلا أنه يعني شفنا قليل منها اللي برزوا مع المنتخب الوطني الجزائري، منهم أنت يا سي زبير، علاش ما برزش مع المنتخب الوطني الجزائري؟ أنا على كل حال صح الكاريير اللي درت في المولودية أنا فرحان بزاف بالتيتر شهرة، ولكن راني كومام شوية ان بو ديسي على خاطر كنت قادر نبرز في الفريق الوطني أكثر ما مديت، ولكن بون على بالك أنايا كنت اتيديون ميديسين جوستومون هذا واش حابين نسمعوا. حتى ال 26 سنة كنت ما نقدرش نبارتيسيبي لي ستاج لي ريغروبمون باسكو كانوا يزقيو له في فريق وطني ما ينجمش، كان يقرا باش يولي طبيب، على هذيك اللي ما كانش يروح للفريق الوطني ما عندوش الوقت باش يروح لي ستاج سي سينو سيتي ان جوار كي ينجم يلعب في الفريق الوطني. Mais on était là, on le comprenait quand il rentrait pas. Qu'il me dit je m'en vais à stage ou la médecine, on le comprenait. Mais c'est vrai, il a privilégié le football, le Kalaito. Il a privilégié le Mouloudia Aouno, mais dans ce domaine, on ne peut pas. Parce que les médecins, ils me disent, mais je t'ai léché, c'est demain, vous êtes mis devant le fait accompli, il faut être capable. Donc il a privilégié un peu le. علاش كي تشوف ليكيب تاع المولوديا اون ايتي غران ديكيب مي كاين بزاف ما نجحوش مع ليكيب مي كل واحد كان عنده سبه زوبير الى بريفي عمل مليح اوغوزمون الى يتبع الدكتوراه الى يدوبلي دكتور وواحد اخرين كاين واحد كيما انا ضحيت ذلك ليكيب انا صغير حبست Moi j'ai demandé d'arrêter le micro là. J'avais une semaine je عارفينها و واش حمر يقولوا زني راه ما نجحش في ليك الماسون لا ما يعرفوش على الماش. انا كنت ما نجيبش ندخل الدار ما نقعدش نهار في الدار ليكيب ناسيونال ليكيب ميليتير ليكيب دي المغرب المولوديا جافي ان فيس الحمد لله دوكا راهو عايش سوفيت انورمون معاه. L'anecdote que je pourrais vous raconter, c'est celle que Nali Kenny Jose les examens Théo, Philbit, Nali Kenny Hakemlo, les cahiers, ben j'ai révisé. Ou comme Mahsoub, Habit Ndir Ferskara, il révisait l'osmo Diallo, on a Hakem le Ktab ou le cahier Diallo, on dit Ferskara, on le nom, mais j'ai Hakda Aoud. Ou il dit Yoserfia. Non, raka Ghlat, fait le Kelma Aoud, ya Khoya Aoud, mais t'as où je te fais.
عاود نقول له عاود يا اخي انا والبروفيسور تاعك نقول له مالك عاود مسكين يعاود قال له لوسون يعاود ريفيزيها. انا زايد دون 50 26 سنه طايح في لاني 76 لاني تاع لا كوب دافري كنت قادر ابارتير 76 تزيد تمد المنتخب الوطني نقدر كنت قادر نعاون الا انه هذاك الوقت بدات تروح الحقبه تاع لي سيفيل جو بداو يجوا العسكر. هذاك العام المخلوفي حبس كاع اللاعبين على خاطر قبل ما خذا الفريق رشيد مخلوفي كان عندنا انترينور غوما واسمو ماكري كي ماكري حبس جا الدوله قالت المخلوفي بون حنا رانا رايحين نوجدوا لعاب المتوسطه لي جو ميديتيرانيا بحر المتوسط شوف كيفاش دبر راسك بيسك انت راك كونترينور تاع المنتخب العسكري شوف كيفاش دير منتخب الوطني باللاعبين اللي عندك وبدا الو حنايا كاع درنا بجهه و فريق الوطني رجع فريق الوطني العسكري خلا غير بطروني هو اللي يسلكو جاب بطروني فهمت لي ما كاش في الفريق ومن بعد هو اللي يسلكو في لافينال اول حاجه كانوا في تونس وخسروا الجيميناتوار لا لي جومي افريكان او جو كي با كوا دونك انا كان عندي فريق مع الجيش اللي حاضر دونك جبت معايا لي جوار اللي عندهم خبره بتروني هذاك وسلكه خاطر شويه لا ولكن كي دخلت في الفريق تاع ليكيب ناسيونال هذيك لعب معنا يعني كان موال في تزور هذا في الفريق هذا كان ديريكت تريبيا ونجح على كل حال نجح لعب بشغل لا رفع التحدي ونجح يعني بصح المشكل راه نجح في لي جو ميديتيرانيا حنا كاع صفقنا وحنا كاع فرحنا بصح بعد لي جو دي ميديتيرانيا نجح ثاني ما كاين حاجه اخرى من بعد لي جو نو كادوك مام هذوك اللي رباهم في نجحت في 78 ميداي دو ما رحناش للارجنتين ما رحناش للارجنتين ابانيك مع تونس نورمالمون حنا اللي نروحوا للارجنتين احنا الجيري اللي تروح للارجنتين تمثل لافريك ماشي تونس فارق هدف واحد مام تونس خير منهم حنايا كنا خير من ليكيب تونيزيان مام تونس كانت ترفض ارام دام دوك كنت تحكي لي على الافريقي وصفاقس تما ربحناهم حنايا مولوديا في تونس ربحنا الكلوب افريكان وربحنا حنايا عام من بعد اون 60 ربما هذيك هي النقطه السوداء لانه نجحت في 82 هذوك اللاعبين اللي كانوا في العسكر ما هذوك اللي جان هما اللي كبروا كيب واحده اخرى اللي جات في ميتا العسكر تاعو ثاني كانوا كالكو زيليمون كان عمر بطروني دراوي كان جبد ومن بعد اللي تي بلو جاب اونوتر سما مام نهار خسرنا مع تونس كي جه الضغط على لا كاليفيكاسيون تاع لا كوب دو موند 78 راح عيط لدحلب بور رونفورسي هذيك ليكيب علاش باسكو ليكيب هذيك الفريق هذيك ظهر كان خاللكم ماشي قوي كانوا لاعبين على كل حال نجحوا في 75 بصح كانوا لاعبين هذاك الوقت اللي قادرين يرونفورسيو ليكيب هذيك هي المشكل تاع هذاك العام كنت قادر انايا نعاون فريق الوطني يعني ما زقالكمش طوا ما زقالناش لا انا لا فرقاني لا اللاعبين اللي كانوا دونك جو سوي ان بو ديسو على خاطر كنت قادر نمد فريق الوطني اكثر ما اللي مديت الا انه قدرت تنجح في الدراسه ديالك وين راك الان انايا جي في ان شوا كيما يقولوا فوالا ضحيت بحاجه و جو نو ريغريت ريان دو تو الحمد لله دروك انا راني كنت بالكابيني تاعي دروك راني خديت لا روتريت بدينا نكبروا شويه
والطبيب ديال من اختصاص واش؟ لا درت لا كارديولوجي مي سي ميدسان جينيراليست. ميدسان جينيراليست دروك راه وليدي راه طبيب هو الى في اون سبيسياليتي شيروجي كارديوفاسكولار هو دروك راه ياخذ الو خلفك في الطب ما خلفكش في كره القدم فوالا لا لا غير في الطب خلفني في كره القدم ما على بالو بوالو بعتهم ولادك على كره القدم تبعنا القرايه دونك انايا جيتي parmi ceux qui ont milité pour que la Sonatract تطلق الفوتبول فوتبول ما بقات له حتى اهميه ليا انايا الرئيس بومدين الله يرحمه ويسع عليه عطانا تلفزيون كولر افيك اون ليت دو فيليسيتاسيون دونكوراجمون